عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الفيديو بتاعي مختلف، عبارة عن استطلاع رأي للمشاهدين عن أكتر 10 أكلات مستفزة، أكلات لو شفتيها حتى لو عاملة دايت أو حتى شبعانة ريق بيجري عليها وتحس اللي انت عايزة تاكليها. الأكلات دي عبارة عن 5 أكلات حلو و5 أكلات حادق، مرقماهم من رقم 1 لـ10. المطلوب منك في الكومنت هتكتبي رقم 1 أو رقم 2 أو رقم 3 لحد 10 على حسب الأكل اللي انت بتحبيها، وأكتر رقم هلاقيه في الكومنتات هو إن شاء الله اللي هحاول أعمله بطريقة صحية. أكيد 10 أكلات دول مش صحيين، هنحاول نعملهم بقدر الإمكان بدهون أقل عشان نقدر ناكلهم ونستمتع بيهم. تعالوا نبدأ بالحاجات الحلوة. أول حاجة من الأكلات الحلوة اللي معايا أي نوع آيس كريم، آيس كريم بالكراميل اللي قدامكو، إلا هي أكتر حاجة بيحبها يكون آيس كريم هيكتبلي في الكومنت رقم 1. الحقيقة اللي احنا اختلفنا في الأسرة عن الحاجات اللي بنحبها، اتخنقنا في الآخر، في ناس بتحب الحاجات الحلوة وفي ناس بتحب الحاجات الحادقة. فأول 5 أكلات معايا هيبقى الحاجات الحلوة. تاني حاجة معايا من الحاجات المستفزة جدا هي الكنافة بالجبنة أو الكنافة النابلسية أو ينطبق عليها أي نوع من الكنافة. فلو أنت بتحب الكنافة أكتر حاجة وأكتر حاجة بتستفزك في الأكلات الحلوة اكتبي رقم 2. اللي بعد كده رقم 3 هي نافورة الشوكولاتة أو فندق الشوكولاتة، عبارة عن شوكولاتة بتبقى سايحة وبتتقدم معاها فواكه أو مارشميلو، حاجات كتير نغمس بيها الشوكولاتة. فلو انت من عشاق فندق الشوكولاتة اكتبي رقم 3 في الكومنت. ورابع حاجة معايا هو الطرت. عندك اي نوع طرت بتحبيه وهو اكتر حاجة بتستفزك في الحلويات، لو شفتيها قدامك اكتبي رقم 4 طرت، ولو نوع مختلف عن الطرت اللي احنا حاطين في الصورة اكتبي طرت ايه هو اللي بيستفزك وبيخليكي عايزة تاكليه. رقم 5 معايا اي نوع من التورتات او الجاتوهات، الحاجات الحلويات الغربية عامة، الجاتوهات، التراميسو، الحاجات ديت لو هي بتستفزك وهي اكتر حاجة بتحبيها في الحاجات الحلوة اكتبي رقم 5. وكده نكون خلصنا الحاجات الحلوة من 1 لـ5. هنبتدي بقى في الحاجات الحادقة. اول حاجة معايا في الحاجات الحادقة هي البيتزا. لو انت البيتزا اكتر حاجة بتحبيها وتحبي تاكليها كده والجبنة بتشد عليها اكتبي رقم 6. ورقم 7 معايا في الحاجات الحادقة هي الفرنش فرايد او البطاطس المحمرة، البطاطس الصوابع بينطبق عليها كمان الشيبس. لو انت بتحبيه اكتر حاجة واكتر حاجة بتستفزك حتى لو شبعانة تاكلي منه اكتبي رقم 7. والحاجة بعد كده اللي معايا هي المعجنات، كل انواع المعجنات اللي بالجبنة والزيتون والزعتر، هي معجنات حادقة لو بتحبيها واكتر حاجة بتشدك ومبتقدريش لما تشوفيها قدامك، بتحبي الكرواسو والباتيه وكل المعجنات الحادقة اكتبي رقم 8 تحت في الكومنت. لو انت بقى بتحبي الاكل اللي بجد وبتحبي المشويات وكل انواع المشويات بتحبيها جدا وحتى لو شبعانة وشفتيها قدامك ريقك بيجري عليها اكتبي رقم 9. كل انواع المشويات معانا. واخر حاجة معانا في استطلاع الرأي النهاردة البشاميل. اي حاجة بالبشاميل بتحبيها جدا وهي نقطة ضعفك ولو عاملة دايت او شفتيها قدامك ما بتقدريش تقاوميها، اي نوع بشاميل، مكرونة بشاميل، كوسة بشاميل، بتنجان، لازانيا، كل الحاجات البشاميل تنطبق عليها اكتبي رقم 10 لو هي اكتر حاجة بتستفزك في الحاجات الحلوة والحادقة. اتمنى ان شاء الله ان انا اشوف تعليقاتكم علشان نشوف اكتر حاجة الكل مجتمع عليها ونحاول نعملها بطريقة صحية. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ننفذ فيه الحاجة اللي انتوا هتختاروها، ومع السلامة.